السلام عليكم، نقدم لكم بعض المقاطع من الطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين تازة وبوبلان الشامخ مرورا بمناظر مغراوة الساحرة. تلتقي في منطقة بوبلان ثلاث طرق إقليمية، واحدة قادمة من مغراوة وتازة، والثانية قادمة من إيموزار مرموشة وبولمان، والثالثة قادمة من رباط الخير وصبرو. صادقت في شهر شتنبر من هذه السنة المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل ببولمان على مشروع تقوية الطريق الرابطة بين أيت مخلوف وبوبلان بمبلغ مالي قدره 2.5 مليار سنتيم، كما صادق قبل أسبوع وزير التجهيز والنقل بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس على مشروع تقوية الطريق الرابطة بين صفرو وبوبلان بمبلغ مالي قدره 4 مليار سنتيم. فيما ستظل الطريق الوحيد الرابطة بين تازة وبوبلان على حالها كما يبدو أمام غياب أي برمجة لا عاجلة ولا آجلة لتقويتها.